برحب بحضراتكم من جديد. فقرة التحكيم طبعا هي فقرة مهمة جدا، بيكون طبعا كل الحالات اللي ممكن عليها ممكن اعتراض او كلام كتير لازم طبعا يكون في حد متخصص في هذه الجزئيه. كابتن سمير عثمان طبعا واحد من حكامنا الدوليين السابقين، واحد من الشخصيات المحترمه كمان جدا، اللي لما بيكون في حاجه فعلا تستحق انها تتقال سواء بقى على الاهلي او على اي فريق تاني بيقولها بشكل كبير. كابتن سمير عثمان طبعا في ضيافتنا هنا في قناه الاهلي دائما، وبصمات بنستمتع بيه. كابتن سمير منور ومشرف. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن محمد، زي حضرتك. قول لي بقى النهارده المباراه، يعني كنت سامعك بتكلمني بتقول لي المباراه النهارده عشان فنيا جيدة، فالأمور اللي فيها التحكيمية كانت سهلة وبسيطة. سهلة وبسيطة فعلا. بداية قبل ما ابتدي الحالات بعد إذن حضرتك، أنا بس بتمنى الشفاء العاجل لكابتن صلاح جمال أحد الحكام الرواد في مصر ومنطقة الصعيد. أتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله، ونطمن أسرة التحكيم كلها عليه بإذن الله يا رب. أمين طبعا إن شاء الله بإذن الله. شفاء كل مريض طبعا يا رب. كان قعد 15 سنة رئيس لجنة حكام المنيا، وإن شاء الله ربنا يشفيه ويرجع لأهله سليم بإذن الله. يا رب إن شاء الله. زي ما حضرتك قلت النهاردة عشان المباراة فيها كرة عالية، فدي بتسهل من مأمورية الحكم. كل ما المباراة تبقى فيها كرة جميلة وكرة واضحة ما فيهاش مشاكل، هتلاقي الأخطاء الحكم اللي بيحتسبها قليلة. وده النهاردة شفناه في أثناء سير المباراة. المباراة كان طاقم التحكيم النهاردة كان بيتكون مع محمود عاشور الحكم الدولي، ومع سمير جمال حكم دولي، وكابتن هاني خيري، والحكام الاضافيين كابتن محمد عادل برضه حكم دولي، كابتن طارق سامي حكم دولي، والحكم الرابع بقى كابتن بدوي حميده، ده عميد حكام الاقاليم من الخبرات الكويسه جدا. طبعا حكايه الحكام النهارده كان متجانس ومتعاون خلال 90 دقيقه، ما اعتقدش حسينا بيهم كتير في المباراه. معظم الاخطاء اللي شافوها احتسبوها. المباراه كانت الى حد كبير صعبه في الشوط الاولاني، وبعد كده تسهلت في الشوط الثاني بسبب الاداء اللي هم كانوا متعاونين بيه. جميل جدا. يعني واحنا يمكن ما حسيناش، يمكن في كلام على ضربه الجزاء، يعني هنشوف مع حضرتك طبعا دلوقتي، لكن فعلا الماتش ما حسيناش في اي مشاكل. حتى الانذارات اللي اتاخدت كلها كانت الى حد ما طبعاً. من وجهه نظرنا انا كلاعب كوره مثلا، وكنت بقول هي صحيحه بشكل كبير. فعلا الحقيقه هي دي بس هي دي بس اول نقطه انا بعاتب على عاشور فيها، دي في الدقيقه العشرة. طبعا محمود هنا التحرك بتاعه مش سليم، برغم انه حكم عنده خبرات كتيره، لازم ايه يشوف مجرى الكوره رايحه فين ويوجد نفسه يعني تحرك سليم. هنا طبعا زي ما بنقول برده زي لعيب الكوره لسه اول 10 دقائق لسه هو ما سخنش. كنت اتمنى طبعا محمود ياخد باله من كوره زي دي بتشجعه في بدايه المباراه، بس هو زي لعيب الكوره لسه ما سخنش وكوره جت فيه ياخد باله كمان ما برافو المفروض ما يبصش كده يعني برضه ماشي كده. بس دي كانت اول حاله النهارده شفناها لمحمود. تمام. بعد كده بقى والمباراه شغاله ما فيهاش مشاكل، اول 15 هنا كان في خطا المفروض كان يحتسب على النادي الاهلي في الدقيقه 15 على سعد سمير. لو شفنا الكره الاعاده هنا الكره هو بيعدي منه، وبعد كده في اعاقه بالجسم طبعا هنا مش باين قوي، بس لو شفناها من الزاويه دي اعتقد هتبان. هنا المفروض طبعا كان عاشور كان لازم يصفر الكره دي تحتسب فاول زي ما حضرتك شايف اهو، بعد ما عدى منعه، فطبعا كان لازم الكره دي طبعا تتحسب ضربه حره مباشره على النادي الاهلي، بس هو تقديره فيها قد يكون ما شافهاش كويس، بس اعتقد محمود لو شافها في الكاميرا زي ما احنا شايفينها دلوقتي اعتقد هيحتسبها. ده كان يعتبر من اول اخطاء في اول 15 دقيقه من المباراه. بعد كده عندنا في الدقيقه 21 وحوالي 40 ثانيه، احنا هنا يعني انا بصراحه يعني رصدت في تعاون بين الحكم الرئيس والحكم المساعد. بص هنا اللي ادى الاشاره دي في خطا سمير جمال حكم الدولي، في تعاون جميل جدا بينه وبين محمود عاشور. لو شفناها بالاعاده هتلاقي الكره بعيده شويه عن محمود عاشور، بس قريبه زاويه الرؤيه واضحه لسمير جمال. بص هنا رجل اللعيب عبد الله دايس على رجل اللعيب بتاع نادي المقصه، وكانت هنا اشاره الخطا من مساعد الحكم. دي كان في الدقيقه 21. بعد كده نيجي في الدقيقة 23، ده أول إنذارات المباراة على شبيطة، طبعا إنذار سليم بسبب التهور، بس المفروض عاشور هو بيدي الإنذار يعني لازم يبص للعيب ما يبصش للعيب اللي جنبه. طبعا هنا في تهور عالي شوية من اللعيب بتاع مصر مقاصة، وإنذار سليم طبعا عاشور إداه. تمام. بعد كده دي نقطة مهمة جدا، دي بتبين الحكم أهم نقاط المباراة، الحتت المهمة جدا هي منطقة الجزاء. طبعا دي ضربة جزاء سليمة محمود عاشور احتسبها. طبعا هنا بص هنا يعني بص هنا هتلاقي أول حاجة في سعد شادد بإيده، بس دي ما حسبهاش، بس هنا بقى هنا في الإعاقة بالإيد من الشناوي. طبعا دي احنا بتعتبر كإهمال،
يعني انت المفروض وانت كرايح سواء بتلعب بايدك او برجلك لازم تبقى مركز جدا على الكوره. هتلاقي هنا يعني هنعدي الاول كوره دي صعب محمود يشوفها برده بالرغم ان فيه شده من سعد. الراجل مسك الكوره وبعد كده كمل. هتلاقي هنا الشناوي نازل على لعيب على رجل لعيب بتاع مصر مقاصه، فطبعا دي ضربه جزاء سليمه. واللي ساعد ضربه الجزاء دي ان محمود يشوفها، تحرك محمود فتح لنفسه يعني زاويه كويسه يقدر ياخد منها القرار. والجميل برضو في الكره دي بتلاقي الحكم بيحتسب ركله الجزاء كابتن محمد وهو واثق من نفسه قوي في الكره زي دي. بواثق حتى لو اي اعتراضات اللي هي متابعه في الملاعب بتاعتنا او اي ملاعب تانية هو لا واثق من قراره واحتسبها. طبعا دي انا شايفها ضربه جزاء سليمه بنسبه 100%. وبعد كده نيجي في الدقيقة 37 ونص كده هتلاقي في دي في الدقيقة 39 دي في الدقيقة 39 دي في 39 طبعا ده كرة سليمة اتلعبت وكان في تركيز جدا اوفسايد يعني كانت لا بس دي كان فيها شك اوفسايد بس تسلل بس طبعا سمير جمال شايفها كويس جدا. بص هي لعبة صعبة دي تدل ان طبعا سمير جمال المساعد رقم واحد مركز قوي في الكره دي. في بعض الحكام لو ما عندهمش خبره يا كابتن اما يلاقوا الفيرود منفرد بالمرمى ممكن يروح رفع الراية على طول تسلل. بس هو طبعا عشان مركز مع اخر تاني مدافع طبعا شايفه كويس قوي ف ادى يعني استمراريه اللعب وده القرار السليم فيها. تمام يا كابتن. فطبعا ده قرار طبعا تالق من سمير جمال. بعد كده كان دي في الدقيقة 44 لسه هنا كان في تسلل من وجهة نظري أنا هنا. بص هنا ده في هنا تسلل من لعيب نادي المقاصة لأن هو استلم الكورة وهو قبل ما يستلم الكورة كان في موقف تسلل بعد كده استلمها. يعني جانب التوفيق هاني خيري في الكورة زي دي المفروض كان يشوف. بص هنا جون أنطوي واقف تسلل أول ما الكورة اتلعبت هو كل ده تسلل. التسلل بقى يتحسب من هنا. هي كورة صعبة جدا على فكرة. كرة صعبة جدا. بص أثناء اللعب الكرة تلاقي جون أنطوي برضو ما زال في موقف تسلل. لو كملنا الكرة لو لمسها دلوقتي أول ما الكرة تجيله يكملها هتلاقي جون أنطوي جاي من التسلل هنا بقى تسلل خلاص عشان يستلم الكرة. يمكن يكون اللعيب الناحية التانية اللي قصاد هاني هو الحاجة بالرؤية عنه بس هي طبعا تسلل. هتلاقي في بعض الاعتراضات من لعيبة النادي الأهلي. هي تسلل فعلا ان جون أنطوي كان في موقف تسلل واستلم الكره المفروض كان ايه يتعين عليه انه طبعا يحسبها. بعد كده بقى يا كابتن محمد هي النقطه غريبه كده يعني عبد الله السعيد طبعا يمكن النتيجه مأثره عليه شويه خد انذار. انا بسمي الانذار ده بيبقى انذار مجاني ببلاش. يعني انت دلوقتي في اعتراض على الحكم، اعتراض الحكم انت لو عاوز تكلم الحكم ممكن تكلمه باسلوب اهدى من كده شويه، انما عبد الله اعترض على الحكم بعد كده مسك الكوره وبعد كده حدفها على الارض كتير بغض النظر الفاول ده ليه او مش عليه. لما ابص هنا مكمل الكوره هتلاقي عبد الله استلم الكوره بعد كده هو متنرفز كان هيشوط الكوره مسك نفسه خلاص كده كويس جدا. محمود برده مش هيعمل حاجه خالص. هنا التصرف بتاع عبد الله طبعا هنا ايه مش سليم طبعا. انه يلعب الكرة بالاسلوب زي ده طبعا مش سليم. صحيح. هتلاقي الشوط الاولاني عدى بسرعه لان برضو في الدنيا ماشيه مفيش مشاكل بالرغم من النتيجه بتبقى بتصعب شويه من مهمه الحكم في الشوط الاولاني. نيجي بقى لو رصدنا الحالات الموجوده في الشوط الثاني مش هنلاقيها كتيره. اهم كوره طبعا دي من وجهه نظري اللي في الشوط الثاني في الدقيقه 54 الهدف طبعا التسلل. زي ما قلنا ان هاني لازم كان يركز في الكره الاولانيه وركز في الكره الثانيه. بص كابتن محمد وهي بتتلعب هتلاقي اللعيب بتاع النادي الاهلي سابق خط الدفاع واقرب واحد من خصوم المنطقه. هي صعبه برضه. بص صعبه جدا كابتن فين صعبه جدا صعبه جدا والحمد لله ربنا وفق هاني انه شافها. والكوره دي يا كابتن بتبقى صعبه جدا خاصه اما الفرقه كمان بتبقى متاخره بهدف ويركز في كره زي دي فطبعا ربنا وفقه. ونيجي برضو بقى يعني هاني النهارده عمل ماتش كويس وطبعا الحكام معظمه عمل مباراه كويسه. برضو الهدف اللي جابه النادي الاهلي الهدف ده على فكره مش سهل يا كابتن محمد. الهدف ده برضو صعب محتاج تركيز جدا من مساعد الحكم. احنا من اول وهله ممكن نفتكرها سهله بس لا طبعا هنا الكره دي اما تيجي تتلعب هتلاقيها كره صعبه
هاني مركز فيها كويس جدا وهدف سليم 100% طبعا ما فيهوش اي تسلل. اجايه كمان حطه حلو قوي، اتحط الهدف بشكل مميز جدا. بص يا كابتن، شفت الصعوبه؟ بص الصعوبه بقى هنا في اللعبه دي، لو كانت لمست اي حد من لعيبه الاهلي كانت هتبقى لعبه مركبه. خلاص اجايه بقى في موقف تسلل. بالظبط، موقف تسلل ويتحاسب، انما في كره زي دي الحمد لله عدت على خير، ما لمستش حد، جت لاجايه واقف سليم، وبالتالي اما لعب الكوره موقف سليم. يا كابتن انت بتقول الحمد لله ان يعني انا خايف على الحكم. فاكرك بتقول الحمد لله خايف على الحكم. لا 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 طبعا الحمد لله كل حاجه، بس انا خايف على الحكم ان قراره يبقى سليم عشان ما يحصلش مشكله. طبعا بالظبط، لان اي مشكله خصوصا ده هدف ترجيح. ده هدف ترجيح او التعادل. هدف التعادل، فكره زي دي يعني انا بتمنى الحكام طبعا المباراه تخلص على خير عشان ما يبقاش في مشاكل. صحيح صحيح. طيب بس احنا ما عندناش حالات تانية يا شباب ولا ايه؟ هي دي النهارده معظم الحالات اللي احنا شفناها، بس انا طبعا اداء الحكام النهارده كان كويس الحمد لله، ما فيهوش. طب جميل جدا النهارده الحمد لله الامور كويسه، الحكم تمام، الاهلي تمام، ثلاث نقاط. خلينا في الحكم. عندي سؤال بقى ليك. اتفضل يا كابتن. ضربه الجزاء، يعني مثلا شفنا ضربه جزاء زي النهارده جون انتوي وهو بيلعب ضربه جزاء، لو هو لعبها وجت في العارضه ورجعت له وهو حطها تبقى ايه؟ لو جون انتوي لعبها وجت خبطت في القايمه في العارضه ورجعت له مباشره من غير ما تلمس حد، هتبقى ضربه حره غير مباشره على جون انتوي، لسبب انه لعب الكره مرتين. طبعا. فطبعا لا، دي تبقى ضربه حره غير مباشره. حقيقي. انما برضو في، لو عندنا وقت في حته عاوز اقولها، لو في مثلا جون انتوي اللعيب هو بيشوط الكره، هو ليه ان ممكن اثناء لعب ركله الجزاء ان ممكن يعمل يهوش في طريقه للكوره، انما يا كابتن محمد لو راح على الكوره وخلاص رجله بقت واقفه على الكوره عشان تسديد ركله الجزاء ما يحقش ليه اي حركه ولا تهويش ولا اي ايماءات بجسمه. ليه؟ لو وقف على الكوره يا كابتن محمد وهوش انه يلعبها بعد ما وصل للكوره، تمام، هنا الحكم بيصفر. خلي بالك من الحته اللي جايه دي، بيلغي ركله الجزاء، بيلغي ركله الجزاء وبيحسب ضربه حره غير مباشره على المهاجم وانذار. عادها تاني، لو انت انطوي النهارده هو بيلعب الكوره، وصل الكوره عند تنفيذ ركله الجزاء عند علامه الكوره وبيلعبها برجله، لو هوش قبل ما يلعبها يا كابتن محمد وهو واقف على الكوره، ضربه جزاء بتتلغي، بتتحسب ضربه حره غير مباشره على المهاجم وانذار على المهاجم. فدي بتبقى من اللعبات الصعبه قوي اللي اتمنى اللعيبه بتوعنا يبقوا عارفينها، لازم يكونوا ملمين بالقانون. كويس. انا بس سالتك انا لسه كمان كابتن شويه بقى حاجات المره الجايه كده احضرها لك، في حاجات طبعا بتبقى فايته كمان على لعيبه الكوره. بالظبط، داخل الملعب ودائما المحاضرات الخاصه بالتحكيم مهمه جدا لعيبه الكوره عشان يبقوا عارفين القوانين داخل الملعب. انا شخصيا بعرف من هذاك السؤال اللي انا سالته اللي هي ضربه الجزاء لو اتلعبت وجت في العارضه وجت وحطها تاني في المرمى تتحسب ضربه حره غير مباشره عشان اللعيبه مرتين من غير ما حد يلمسها. تمام، شكرا كابتن سمير، نورت شرفت. احنا طبعا اللقاء سريع عشان احنا عندنا ماتش هيتذاع دلوقتي، هي مباراه مصر وانجولا، والحمد لله منتخبنا الوطني الحمد لله لكره اليد فاز في هذه المباراه 25-20، فبالتالي لازم نطلع بيها قبل الفاينل باذن الله. مهم جدا جمهورنا وجمهور مصر طبعا ان شاء الله يتابع هذه البطوله، يكون موجود معانا من خلال قناه الاهلي ويتفرج على هذه المباراه. شكرا كابتن سمير، نورت شرفت. شكرا كابتن محمد، عزيز حضرتك، ميرسي جدا. شكرا حبيبي كابتن. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون مع زميلنا محمد سعيد لقاء مع كابتن حسام البدري، ومنه ان شاء الله لمباراه مصر وانجولا، والحمد لله اللي احنا فوزنا فيها في هذه المباراه في الجوله الثالثه في دوري المجموعات 25-20 على المنتخب الانجولي. عايز اذكر حضراتكم ايضا مباراه مصر والكونغو الديمقراطيه غدا ان شاء الله هتكون حصريا على قناه الاهلي مباشر، والساعه 6 هيكون في استوديو التحليل ان شاء الله الساعه 5 ومنه للمباراه. ان شاء الله كل التوفيق ايضا بقى لفريقنا فريق النادي الاهلي اللي امتعنا النهارده بكره جيده خصوصا في الشوط الثاني، دائما في انتصارات مستمره. نروح سريعا لزميلنا محمد سعيد وكابتن حسام البدري.